أبنائي طلاب الإدارة والمحاسبة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب، أستاذ هواني، محاسبة إدارة مصارف، أسعدتم بالخير صباحا إن شاء الله. فتوقفنا نحن في المحاضرة السادسة، وقد أخذنا معكم 5 محاضرات، فتوقفنا عند السادسة اللي هي أعمال التجارة البحرية، وإن شاء الله سيتم شرحها عبر التسجيل إن شاء الله، وإن شاء الله تعم الفائدة. فمثلا أعمال التجارة البحرية حسب نص المادة 11 تجاري يمني، بقولها أنه يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية بوجه خاص، إنشاء السفن وبيعها وشراؤها، والعقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة، والإقراض والاستقراض البحري، والنقل وإرساليات، والتأمين بجميع أنواعه. إذن أولا، الطابع التجاري لا يثبت إلا الأعمال الاستثمارية البحرية التجارية. يعني أول شيء أنه لابد أن تكون التجارة في البحر استثمارية، يعني يخرج منها مثلا الصيد، ويخرج منها البواخر أو اليختات الخاصة أو النقليات الخاصة أو النزهة أو تمام إلى آخره. إذن أما الاستثمار البحري بشكل عام فهي أعمال تجارية، تمام. ثانيا، إذا كان النص لا يشير إلا إلى العقود المتعلقة بالتجارة البحرية، فإن الطابع التجاري يمتد إلى كافة الالتزامات. هل الالتزامات التي تنشأ بمناسبة التجارة البحرية، سواء كان مصدرها العقد أم العقل المادي، ويمكن ذكر أعمال التجارة البحرية تمام بدقة. مثلا كل مشروع لإنشاء بواخر معدة الملاحة الداخلية والخارجية تعتبر أعمال تجارية، اللي يسمى مشروع إنشاء السفن، تمام. فهذا النص صريح في أن إنشاء السفن لا يكتسب الطابع التجاري، تمام، إلا إذا كان يمارس في شكل مشروع. أما إذا جاك عمل منفرد فيكون له الطابع المدني، مشروع، تجارة، نقل بضاعة، جلب بضاعة، تصدير، نقل أشخاص، كل هذه إذا جاء بهذا الطريقة فهي أعمال تجارية ينطبق عليها القانون. شراء وبيع السفن مثلا، يستفاد من هذا النص أن كل شراء البواخر معدة للملاحة يقصد استثمار تجارية أو بيعها، وكل بيع البواخر المشترى على هذا الوجه. أما بيع السفينة فيكون عملا تجاريا ينطبق على النص إذا كان الشراء تم بقصد إيش؟ إعادة البيع أو بقصد الاستثمار التجاري، وعلى ذلك يكون البيع مدنيا إذا لم يسبقه شراء، كبيع سفينة موروثة أو موهوبة. وكذلك يكون بيع السفينة عملا مدنيا إذا سبقه شراء غير تجاري، كما هو الحال في بيع السفن التي سبق شراؤها للنزهة، يعني بيشتري واحد على زي السيارة الخاصة، يعني ما نقول السيارة الإجرة والنقل، تمام، والأتوبيس، هذا كله يعتبر نقل تجاري، لكن الخاصة يعتبر عمل مدني. بنفس الطريقة يقاس على السفن. أيضا الموضوع الآخر، الرسالات البحرية وما يتعلق بها، أيضا يعتبرها النص التجاري حسب ما قال، جميع الإرساليات البحرية وكل عمل، تمام، عفوا، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن، تمام، تعتبر أيضا أعمال تجارية. فالإرسالية أو الرسالة البحرية هي الرحلة التي يقوم بها السفينة بقصد استثمارها، وهي تبدأ بمغادرة ميناء معين وتنتهي بدخول ميناء آخر. وهنا المقصود متى اكتسبت الإرسالية البحرية الصفة التجارية، فإن كل عمل
تمام يعتبر تجاريا كشراء أو بيع المعدات واللوازم والأدوات والمؤن والوقود، وكل ما داخل السفينة يعتبر تجاري، من مطاعم، من خدمات، من بيع، من شراء، من أي شيء. إذن وبالتالي أبنائي الطلاب، إجارة السفن والتزام النقل عليها تمام تثبت الصفة التجارية أيضا، كما كان نص إجارة السفن أو التزام بالنقل عليها في الفقرة 4 من المادة 11 تجاري، والمقصود بذلك هو تكرير الصفة التجارية لعقد تأجير السفينة، وذلك بالنسبة للمؤجر، وكذلك لعقد النقل البحري للبضائع والركاب بالنسبة للناقل. وعليه فإن تأجير السفينة كلها أو بعضها للغير لمدة معينة أو لعدة سفريات معينة، أو النقل البحري على السفينة للبضائع تمام أو الركاب، يعتبر عملا تجاريا. إذا نشوف مثلا الإقراض البحري، كذلك تشمل الصفة التجارية الإقراض أو الاستقراض البحري كما ذكرت المادة الثالثة من المادة الفقرة 3 من المادة 11 من القانون التجاري اليمني. وبذلك يكون عقد القرض البحري تجاريا بالنسبة لطرفي المقرض والمستقرض على السواء. فالقرض البحري أو قرض المخاطر الجسيمة هو قرض يعقد بضمان السفينة أو الحملة لإيراد القرض إذا هلكت الأشياء الضامنة في حادثة بحرية مثلا هنا، بينما يرد مع الفائدة المتفق عليها ولو زاد معدلها على الحد القانوني. إذا هذه كلها أعمال تجارية. 6 استخدام الملاحين في السفن التجارية، تمام، اللي هم الموظفين والقادة والربان والمستخدمين إلى آخره، يعتبر أيضا نص عملا تجاريا. الاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة واستخدامهم لعمل الأداء بواخر تجارية من الفقرة الثانية المادة 11، يعني يقضي النص يكون عقد عمل تمام التجارة أو البحارة تجاريا بالنسبة لمجهز السفينة، ولكن ذلك يقتصر على السفن التجارية وحدها دون سفن النزهة أو غيرها من السفن غير التجارية. أما بالنسبة إلى الملاح فإن العقد يعتبر مدنيا، العقد نفسه اللي بين السفينة وبين الملاح تمام يعتبر مديا وفقا للقواعد العامة، تمام، يعني كأن واحد الآن في شركة بيشتغل، فالعقد بين الموظف والشركة يعتبر مدني، لكن المحكمة المختصة ستكون المحكمة التجارية في حالة الخلاف، لن نعتبر هذه من الأعمال المختلطة، تمام، من الأعمال المختلطة. إذن 7 سائر عقود التجارة البحرية اللي هو الضمان البحري، تمام، على سبيل الحرص، بل أضاف إليها المشرع سائر العقود المختصة بالتجارة البحرية، فاعتبر المشرع اليمني إضافة عقد الضمان البحري إلى عداد أعمال التجارة البحرية. ولهذا الضمان التبادلي فلا يعد عملا تجاريا لانتفاء قصد المضاربة والربح كما هو الحال في الضمان التبادلي البري. أما بالنسبة للمضمون فإن عقد الضمان لا يعد تجاريا إلا إذا كان موضع مخاطر تجارية كضمان التاجر على بضائعه المشحونة بحرا. إذن انتهينا من الأعمال التجارية البحرية، فنتطرق إلى الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية. نص المادة 12 من القانون التجاري يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص على سبيل الحصر إنشاء الطائرة وبيعها واستئجارها وإصلاحها، العقود المتعلقة بأجور رواتب الملاحين وسائر المستخدمين في الطائرة، الإقراض والاستقراض الجوي، النقل والإرسالات الجوية وكل عمل يتعلق بها كشراء أو بيع أدوات أو مواد تموين الطائرات، 5 وأخيرا التأمين الجوي بجميع أنواعه المختلفة. إذن
يعني مثلا ما هو تعريف الطائرة وفقا لاتفاقية شيكاغو المبرمة في 1944؟ هي الجهاز الذي يستطيع التحليق أو البقاء في الجو معتمدا على قوة ردة فعل الهواء. هذه هي الطائرة. إذن فعمل الطائرة أيضا بشكل عام هي من الأعمال التجارية بنفس قياس الأعمال التجارية البحرية. عندما تكون الطائرات للنقل أو البضائع أو الشحن أو الركاب كلها تعتبر أعمال تجارية ينطبق عليها القانون التجاري. أي خلاف مع شركة الطيران يكون المحكمة هي المحكمة التجارية، ويكون القانون التجاري هو القانون الذي يفض هذا النزاع. إذن الأعمال التجارية بطريقة تبعية، هناك أعمال تجارية تتبع التاجر، فيسبق القانون الصفة التجارية ليس فقط على الأعمال التجارية بطبيعتها الذاتية الواردة تعدادها في نصوص القانون التجاري اليمني، بل يشمل الأعمال التجارية التبعية. فتنص المادة 13 من القانون التجاري أن جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية أيضا في نظر القانون، وعند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة عنه لهذه الغاية إلا إذا أثبت العكس. ومقتضى هذا النص فإن الأعمال المدنية التي يجريها التاجر لأعمال تتعلق بتجارته تنقلب إلى أعمال تجارية بالتبعية للشخص أو للشخص القائم بها، وتسمى هذه الأعمال، يعني تلاحظ الآن في إشارة النص، اللي أنا دائما أفعل الخطوط عليه، هي هذا الأشياء التي يعني صلب الموضوع. فالأعمال هنا بالتبعية هي سائر، أو عفوا على أساس أنها تكتسب صفتها التجارية من صفة القائم بها اللي هو التاجر، بمعنى أنه إذا ما باشر هذا الأعمال شخص مدني ظلت تحتفظ بطابعها، يعني هتكون مدنية لكنه استخدمها التاجر وبطبيعتها المدنية. أما إذا باشرها تاجر بمناسبة تجارته فهي تكتسب الصفة التجارية. كيف يعني؟ مثالها يعني يكون تاجر الآن سيارات معرض، الآن بيشتري أثاث، بيستخدم عمال، بيستخدم ماء، كهرباء، تليفون، كل هذه لنجاح تجارته، تعتبر أعمال تبعية ولها مبررات. جالك سؤال مثلا ما هي مبررات التجارة بالتبعية؟ الإجابة تقوم فكرة الأعمال التجارية بالتبعية على اعتبارات منطقية تقتضي إسباق الصفة التجارية على كل عمل تابع لتجارة التاجر. إذا هذا العمل يتبع تجارة التاجر حتى لو خضع العمل الأصلي لعمل التابع لقواعد قانونية أخرى، مش مشكلة طالما أن التاجر يحتاج هذا العمل لخدمة تجارته تعتبر إيش؟ من الأعمال التجارية بالتبعية، أي تتبع التاجر، يكون هو القانون التجاري هو الذي يحكم الواقعة، وتكون المحكمة التجارية هي أيضا التي تفصل في هذا النزاع. في هناك شروط، شرطين يأتي لك في السؤال مثلا شروط التجارة بالتبعية، فلا بد أن توافر هذا الشروط. تمام، فيجب قيام التجارة بالتبعية تحقق هذا الشرطين، فإذا ما تحققت أصبح هنا إيه؟ يعني الشرط الأول والشرط الثاني معناته إنه العمل الآن جاء بالتبعية. أولا توافر صفة التاجر لدى القائم بالعمل، يعني هذا اللي كان بالعمل تمام لديه الصفة التجارية، وتكلمنا في الصفة أو سنتكلم عندما نتكلم في التاجر، أولا التاجر هذا يحمل الصفة التجارية.
اكتسبها. الشرط الثاني كون العمل الذي يقوم به تابعا لتجارة التاجر، مش تابعا للتاجر بل تابعا لتجارة التاجر. لو افترضنا أن التاجر الآن استأجر بيت للسكن، هذا يتبع التاجر ولا يتبع تجارة التاجر. لكن لو استأجر مثلا بيت لأجل تجارته أو محل أو معرض، فهذا إيش؟ تابعا لتجارة التاجر. إذن هنا بهذا الشرطين تحققت هنا التبعية. فمتى ما توافرت الشرط الأول والشرط الثاني تعتبر هنا إيش؟ يعني الشرطين بأن العمل اعتبر العمل تجاريا بالتبعية، تمام، ولو كان بطبيعة مدنيا. إذا فنبحث مثلا في الشرطين، الشرط الأول توافر صفة التاجر لدى القائم بالعمل، كي يعتبر العمل المدني بطبيعة عمل تجاري يجب أن يصدر عن تاجر، لابد أن يكون عن تاجر، يعني معناته هذا التاجر يحمل إيش؟ الصفة التجارية. هذا أول عمل. يستوي أن يكون التاجر شخصا طبيعيا أو شركة تجارية، فتثبت الصفة مبدئيا بالقيد في السجل التجاري، تمام، وهذا أيضا القيد ليس شرطا لكنه هذا بداية الصفة التجارية. اثنين، كون العمل تابعا لتجارة التاجر، ليست تتبع التاجر بل تابعا لتجارة التاجر. أعطينا مثلا أنه معرض سيارات المستخدم أو الماء أو الكهرباء أو الأثاث، تمام، أو استئجار المعرض من واحد مواطن، تعتبر تابعا لتجارة التاجر. ولا يتخذ العمل المدني الصفة التجارية إلا إذا قام به التاجر لحاجات تجارته، كما لو أشترى التاجر سيارة نقل بضاعته أو لتسليم المشتريات للزبائن، تمام، تعتبر إيه؟ يعني هذه السيارة اللي اشتراها أو استأجرها فهي في خدمة إيش؟ تجارة التاجر. إذن هذه هي كيفية إثبات الصفة، يعني أنا كيف أعرف أن هذا التاجر فعلا يحمل الصفة التجارية. إذن نقول هنا جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجة التجارة تعد تجارية أيضا في نظر القانون، وعند قيام الشك، تمام، تعد أعمال التاجر صادرة عنه لهذا الغاية إلا إذا ثبت العكس. إذا ثبت أنه ما بيشتغل في التجارة، يشتغل في أعمال مدنية، تمام، أنا ممكن ينظر لها من ناحية المدنية. فمن المنطق السليم اعتبار أعمال التاجر المتعلقة بتجارة وحدها، تمام، وحدة متماسكة تخضع كلها القانون واحد والمرجع واحد. يعني مثلا يكون الآن في خلاف بين موظف عند تاجر، فهذا الموظف هو مدني لكن عقده مرتبط بالتاجر ويعتبر من أعمال المختلطة، فالمعقول أن نذهب به إلى المحكمة المدنية والتاجر نذهب به إلى المحكمة التجارية؟ فهنا يخل مبدأ إيش؟ وحدة القانون. إذن لابد أن يذهبوا إلى المحكمة المدنية أو يذهبوا إلى المحكمة التجارية، فقد حسم النص هذا المشرع فجعل أنها تتبع المحكمة إيش؟ التجارية، لتعلق هذا الشخص بشخص التاجر، وتوافرت الشروط التي ذكرتها آنفا. إذن تخضع بعض أعمال التاجر لقواعد قانون التجارة، بينما يظل البعض الآخر لقانون مدني، ممكن أي لها علاقة بتجارة التاجر هي تخضع للمحكمة التجارية والقانون التجاري، والتي ليس لها علاقة بتجارة التاجر تخضع للمحكمة المدنية. زي ما قلنا التاجر استأجر سكن، هذا الأعمال تتبع التاجر ولا تتبع عمل التاجر أو تجارة التاجر. إذن نستطيع أن نقول هذه أعمال مدنية، وعلى التاجر هنا أن يخضع للقانون المدني. تطبيقات للتجارة بالتبعية. أول تطبيق عقود التاجر وتعهداته. الأصل
أن عقود التاجر والتزامات تعد تجارية طبقا لمبدأ التجارة بالتبعية حسب ما تكلم، إلا إذا إيش؟ إذا ثبت تعلق هذا التجارة أو هذه العقود بالتزامات بعمل مدني. يعني نعود إلى العقد نفسه، فالعقد هو اللي يوضح لنا هل هذه أعمال تجارية أم هذه تثبت لنا بأن العمل مدني. فمن خلال العقد نستطيع إيش؟ أن نصنف أو نكيف. فأما عقود التاجر مثلا وتعهداته المتعلقة بعمل المدنية بحتة فهي تظل مدنية كما هي. من جانب العامل فإن العمل هنا يظل مدنيا، شأنه في شأن تعاقد الفنان مع أحد وكلاء الفنانين أو تعهد المؤلف مع الناشر، هذه تظل مدنيا واضح. اثنين، مبدأ التبعية والعمل غير المشروع. إذا لا يقتصر عقود التاجر والتعهد بل يشمل أيضا التزامات الناشئة عن عمل غير المشروع، سواء في ذلك كانت المسؤولية الناشئة عن أعمال شخصية ساطرة منه أو من تابعيه اللي يتبعوه، تمام، يتعمل التزاماتها. كما أنه من جانب آخر يعتبر القضاء التزام التاجر بدفع الضرائب مثلا المستحقة عليه لوزارة المالية التزاما مدنيا، على عكس التزام بدفع أقساط الضمان الاجتماعي. هناك التزام مدني وهناك التزام تجاري، فنستطيع أن نميز. إذن سندخل في هذه الحالة إلى الأعمال التجارية المختلطة. وماذا يقصد بالأعمال التجارية المختلطة؟ المفهوم أو التعريف، يعني في بعض الأسئلة تجي لك فراغات يقصد بالأعمال التجارية المختلطة نقاط، أنت تكمل. الأعمال التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطراف التعاقد ومدنية بالنسبة للطرف الآخر. مثال، فإذا قام شخص تاجر التجزئة ببيع البضائع إلى جمهور المستهلكين فإن العمل يعتبر تجاريا بالنسبة للتاجر ومدنيا بالنسبة للمستهلك. جاء واحد اشترى ثلاجة ليستفيد منها في بيته، بالنسبة للتاجر عمله تجاري وبالنسبة للمستهلك مدني. ولكن في حالة النزاع أو الخلاف كيف؟ لابد أن يتم تكييفهم إلى المحكمة التجارية، لأنه العمل مختلطة تعلقت أنت بتاجر. وفرض الآن أن أنا حصلت على شيك وذهبت إلى البنك فحصل مشكلة بيني وبين البنك، أنا مواطن والبنك تمام تجاري، فإلى أين أذهب وأرفع دعوة؟ للمحكمة المدنية المحكمة التجارية. نعم المحكمة التجارية، لأن الذي هو ينازعني تاجر سواء كان شركة أو شخص طبيعي، لأن القانون أعطاني فرصة. وطبعا هناك ميز كثيرة بالنسبة للقانون التجاري أفضل من المحكمة المدنية. أولا التنفيذ سيكون إيش؟ مشمولا بالنفاذ المعجل، تمام، ينفذه في بعد صدور الحكم المحكمة الابتدائية. بينما لو كان القضية مدنية لا يتم التنفيذ إلا أن يكون انتهائيا، أي يخرج من المحكمة العليا، فهناك ميز. إذن فالمادة نصت هنا 17 بقولها من القانون التجاري، إذا كان العقد تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين دون الآخر سرت إيش؟ عليه أحكام القانون التجاري على التزامات المتعاقد الآخر. أهو النص واضح، إذا كان العقد تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين اللي هو التاجر دون الآخر المدني فتسري عليه أحكام القانون التجاري، أي أن يرفع دعوة إلى المحكمة التجارية، تمام، لأن العمل مختلط اتصل بتاجر. ولكن يجب أن نعرف الاختصاصات، ويجب أن نعرف الإثباتات، ويجب أن نعرف إجراءات التنفيذ وأيضا الرهونات. فمثلا لو أخذنا الاختصاصات مثلا لابد أن يفهم هذا الشخص، ففي جميع العقود تعتبر العمل التجاري من جانب واحد، صح؟
اللي هو شخص مدني وشخص تاجر، أي عمل مختلط مدني وتجاري. فهنا التأكيد يكون إيه؟ فهو عمل تاجر الجملة وتاجر التجزئة وصاحب السينما مثلا، تمام، والفندق والتأمين والناقل والناشر، كل هذه هو عمل مدني من جانب المزارع والمستهلك والمشاهد والنزيل والموظف إلى آخره. لكنها إذا هناك أعمال مختلطة اختلطت مع تاجر فتعتبر هذه من الأعمال التجارية المختلطة، تمام. فتكون المحكمة التجارية هي اللي تفصل في النزاع، ويكون المطبق هو القانون التجاري. إذن أما الإثبات، وسائل الإثبات من المسلم به الطبيعي، تمام، مسلم به تطبيق قواعد الإثبات التجاري على الطرف الذي يعتبر العمل تجاري بالنسبة إليه، وتطبق قواعد الإثبات المدني على الطرف الآخر الذي يعتبر العمل مدنية بالنسبة إليه. وعلى ذلك إذا حصل نزاع بين تاجر ومستهلك اشترى منه بضائع لحاجات منزله، فإن المستهلك يستطيع أن يثبت العمل ضد التاجر. والإثبات في المواد التجارية حر مطلق من القيود كما تكلمنا سابقا في المحاضرة السابقة. فإن القانون المدني لابد أن يمر بثلاثة أنواع من الإثباتات، لابد يكون في سند أو إقرار، تمام، أو إقرار سند أو إقرار مثلا يقره شخصيا، أو يكون هناك في عقد، يعني لا يمكن يعني غيرها إطلاقا من القواعد. بينما عندما قال بأن القانون التجاري مطلق من القيود، إذن بمعنى أنه ممكن تثبتها بأي طريقة، بالسند، بالشهود، بالإقراء، بالإثبات، بالشيك، بالوصل، بالسجل، بالدفتر، بأي نوع مطلقة. لكن القانون المدني حصرها في ثلاثة إثباتات فقط، شهادة الشهود والإقرار والسند بس، غيرها لا يقبل منك. إذن نأتي إلى إجراء التنفيذ. فتكلمنا إجراء التنفيذ مثلا، تختلف إجراء التنفيذ في حالة عدم الوفاء بالدين فيما إذا كان المنفذ عليه طرفا مدنيا وطرفا تجاريا. فأما الطرف التجاري فلا يجوز له طلب التنفيذ في وجه الطرف المدني الذي يمتنع عن الوفاء بدينه إلا باتباع الطرق المقررة في التنفيذ. مثال، نقول يعني التاجر هذا أعطى دين المدني، في هذا الحالة التاجر لابد أن يخضع للقانون المدني في المطالبة، أو العكس، المدني هذا أعطى مال أو دين للتاجر، إذن لابد أن يخضع للقانون التجاري. وبهذا المعنى إذن نتكلم الآن عن الرهن. في المادة 215 ينص يكون الرهن تجاريا بالنسبة لجميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاري بالنسبة إلى المدين. وقد يتعذر أحيانا الفصل بين الجانبين التجاري والمدني لأنه عمل مختلط، وهذا هو الحال في عقد الرهن، حيث تختلط طرق إثبات العقد وتنفيذه بحسب ما كان مدنيا أو تجاريا. فإن كان العقد مدنيا لابد أن نثبتها بالطرق المدنية، وإن كان العمل تجاريا نثبتها بالطرق التجارية. طبعا هنا عندكم في نهاية المحاضرة واجب منزلي، احنا جبنا على كل محاضرة كما تذكروا من قبل، فأغلب الأسئلة أو النقاش عشان تفهم المادة، فإذا حليت هذه الأسئلة التي عددها 13 إلى 15 سؤال هي تناقش المادة التي شرحناها
بالتفصيل. إلى هنا أعزائي الطلاب انتهينا من المحاضرة السادسة والتي الأعمال التجارية البحرية والأعمال التجارية الجوية ثم الأعمال التجارية التبعية، تمام، تكلمنا عن الموضوع ثم وسائل إثبات هذه الأعمال. إلى هنا وشكرا جزيلا، وننتقل إلى المحاضرة السابعة بإذن الله لنكمل ما شرحناه، وأتمنى للجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.